نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها اكتشاف آخر جزء من بنية فيروس الإيدز. جاء في تفاصيل الخبر تمكن فريق من الباحثين من جامعة ألاباما في برمنغهام من حل شفرة الجزء الأخير من بنية الفيروس المسبب لمرض الإيدز. ويقول الباحثون إن اكتشاف الجزء الأخير من تلك البنية سوف يساعد العلماء مستقبلا على فهم تفاصيل أكثر عن كيفية إصابة ذلك الفيروس للخلايا البشرية، وبالتالي تجريد الفيروس من سلاحه ومنع الإصابة بالمرض. إلى صحيفة اليوم السابعة المصرية مشاهدين، التي نطالع منها باحث سويسري يخترع روبوتا يستطيع تقليد الأسماك. اخترع باحث سويسري روبوتا على شكل سمكة لديه القدرة على الانضمام إلى مجموعة من الأسماك والقدرة على التعايش معها بعد تقليدها في جميع حركاتها. وتمكنت السمكة الروبوت من قيادة المجموعة في تحركاتها وتغيير اتجاهاتها. واخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية امرأة وزنها 490 كيلوغرام هدموا الجدار لإخراجها. اضطر عناصر الإسعاف في الأرجنتين إلى هدم جدار للسماح لشابة تزن 450 كيلوغرام بالخروج من المنزل بغية نقلها إلى المستشفى. وتعيش الشابة منعزلة في بيتها في حالة إحباط شديد وانعدام للحركة، ما أدى إلى إصابتها بأورام في الرجلين بسبب البدانة، وتوجب ذهابها إلى المشفى. ولإخراجها من المنزل تمددت الشابة على سرير تم رفعه على متن شاحنة للدفاع المدني. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ورقة غار من تاج نابليون بونابرت للبيع. ستعرض ورقة غار ذهبية قطعت من تاج الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت للبيع في مزاد قرب باريس الأسبوع المقبل. وقال أحد البائعين بالمزاد إن الورقة التي تزن 10 غرامات والتي ستكون قيمتها أقل من 500 دولار إذا صغرت من المتوقع أن تباع بما يعادل 300 أمثال هذا الرقم.